اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حائرا إلا دللته، ولا آيما إلا زوجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا